النبيين عدوا كربلاء وجوههم شعفا لرزق الحسين. يا حسين يا حسين يا حسين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، فيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ولعن الله قاتليك. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين. أولئك الذين ما فهموا سيد الشهداء صلوات الله عليه ولا استوعبوا حركته المجيدة وثورته العظيمة ولم يدركوا مقاصده النبيلة وغاياته الشريفة، أولئك هم الذين رأوا أنفسهم أكابر القوم أكابر المسلمين. هؤلاء هم الذين اعترضوا طريق سيد الشهداء صلوات الله عليه، جاءوه ناصحين بزعمهم، وظنوا أنه نعوذ بالله يقوم بحركة متهورة أو طائشة، وكل من هؤلاء الذين عدوا أنفسهم أكابر، كل واحد منهم اتخذ منطقا ما في محاولته لثني سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام عن المسير إلى الموت المقدس، أي الاستشهاد في سبيل الله تعالى. أحدهم كما تحدثنا في البارحة اتخذ منطق المصلحة الدنيوية، وهو عبد الله بن العباس. رفض الحسين عليه السلام هذا المنطق وأصر على المضي. الآخر وهو عبد الله بن عمر اتخذ منطق العاطفة والتزهد، تصوير أمر سيد الشهداء في حركته أنه من قبيل التعلق بالدنيا. رفض الحسين عليه الصلاة والسلام هذا المنطق أيضا وأصر على المضي. ثالثهم عبد الله بن مطيع الذي اتخذ منطق التخويف من الموت،
ورفض صلوات الله عليه كذلك هذا المنطق حين قال له: أكل هذا فرارا من الموت؟ والله الموت على الحق أولى من الحياة على الباطل، وصمم على المسير والمضي كذلك. لم يكترث أبدا بهذه النصائح المزعومة، لأن كل منها اتخذ شكلا من أشكال الباطل ومن أشكال التنويم عن النهوض بالهدف المقدس، مع أن منطق عبد الله بن مطيع كما علمتم بالأمس هو منطق الكثير منا اليوم، لغة التخويف من الهلاك والاستئصال. قال له: يا ابن رسول الله، إلى أين تذهب؟ إن ذهبت فإنك ستهلك وتهلك معك أهل بيتك وأصحابك وشيعتك، تسبب الموت لهم، تلقي بهم بالحتوف. بل أكثر من هذا، يسترق الأحرار بعدك، يصيرون عبيد. هذا منطق كثيرين منا اليوم من حيث لا يشعرون. كثير منا يستخدمون منطق عبد الله بن العباس، كثيرون يستخدمون منطق عبد الله بن عمر، كثيرون يستخدمون منطق عبد الله بن مطيع. ما الواجب أن نصنعه نحن؟ الواجب هو هذا: أن نتمنطق بمنطق سيد الشهداء صلوات الله عليه، وأن لا نغتر بمثل هذه النصائح التي هي تبدو نصائح ولكن هي في جوهرها مخالفة لمنهاج سيد الشهداء، أي لمنهاج الإسلام. إذا كان الهدف مقدسا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تصحيح الاعوجاج الموجود في الأمة، هو الحسين قال: إنما خرجت لطلب الإصلاح، عم الفساد وعم الطغيان إلى درجة بحيث لا يسعه القعود، إذا قعد يموت الإسلام، يموت من رأسه. فإذا إصلاح، أي تصحيح للإعوجاج، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هذه الوظيفة المقدسة التي هي أس الوظائف للعلم، ولا تناهزها ولا تنافسها ولا تماثلها وظيفة شرعية أخرى، لا الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج ولا سائر الوظائف تعدل وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الذي ركز عليه سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي ركز عليه القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. شوف شلون قدم الله عز وجل وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى على الإيمان بالله. تخيل، يقول: أنتم خير أمة. لماذا؟ لأن أول وظائفكم هي هذه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من منا اليوم بالفعل يتخذ هذه الوظيفة منهاجا لحياته؟ أصلا من منا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ من منا؟ بصراحة لازم نتكلم، هذه أيام محاسبة للنفس كذلك. كل واحد في أيام العشرة، عشرة عاشوراء هذه، عليه أن يحاسب نفسه، يرى هل يقيس منهاجه في الحياة بمنهاج سيد الشهداء، يشوف إش قد متطابق وياه، إش قد مقترب منه، إش قد مبتعد عنه. محاسبة لازم نسوي.
إذا سوينا مثل هذه المحاسبة، إذا كل واحد منا بالفعل سوى مثل هذه المحاسبة، نتطور وننهض ونتقدم ونخلص من الحالة التي نحن نعيشها هذه، التي نئن منها أننا أمة مظلومة، طائفة مضطهدة، ذليلة. كيف نصعد؟ كيف نحصل على أسباب العزة والمنعة والقوة والسيادة؟ الحسين عليه الصلاة والسلام تسيد بقوة الدم المسفوح على أرض كربلاء، بهذه القوة تسيد على العالم. الحسين اليوم سيد العالم بلا منازع. في هذه الليالي من ذا ينافس الحسين في السيادة على العالم؟ أخبرني، من هو هذا الذي يذكر اسمه في كل مكان؟ الحسين تسيد. كيف لنا نحن كذلك أن نتسيد؟ أن نتمثل مثل الحسين، منهج الحسين. جاءه هؤلاء الذين عدوا من أكابر الناس، رموز، هذولا بمثابة مراجع كانوا للمسلمين آنذاك. طبعا مراجع باطل كانوا، ما كانوا مراجع حق. كل واحد فاتح له دكان وكل واحد شايل له شنو؟ علم، وقال هلموا إلي. كل واحد، عبد الله ابن عباس معلن مرجعيته، عبد الله ابن الزبير هم معلن مرجعيته، عبد الله ابن عمر هم معلن مرجعيته، عبد الله ابن مطيع، كل واحد من هؤلاء مراجع الزيف، مراجع باطل، جعلوا لأنفسهم مرجعية في قبال المرجعية الحق التي هي مرجعية من؟ الحسين بن علي صلوات الله عليهما. هؤلاء اتبعهم الناس، دهماء الناس، المغفلون من الناس، اتبعوا هؤلاء وتركوا المرجعية الحقة، وكانوا يقدسون هؤلاء، يحترمون هؤلاء. الله أكبر، من يمشي عبد الله ابن عباس في الشارع شلون يحدق به الناس يمنة ويسرى، يبجلونه، يعظمونه. حبر الأمة، وما أدراك ما حبر الأمة. وكان صاير عمي أيضا، وشنو مطلع إشاعة أنه ليش صاير عمي؟ قال لأنه أنا شفت الملائكة فعيني ما تحملت النور فصرت شنو؟ أعمى. فهذا بعدهم رفع أسهم لي فوق هواية، بورصة، هي بورصة وأسهم. هؤلاء جاءوا لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام بهذا المنطق. ما الذي واجههم به الحسين؟ هذه هي المسألة المهمة. احنا في الليلة الماضية قرأنا لكم الروايات التاريخية التي فيها فقرات مما أجاب به الحسين عليه السلام لكل واحد من هؤلاء، ولكن المطلوب منا ألا نغفل عن الخطبة العظيمة التي خطب بها سيد الشهداء صلوات الله عليه لهؤلاء وأمثالهم من الأكابر اللي كانوا أكابر، ذولا علية القوم. هنالك خطبة شريفة يرويها أحد كبار أعلامنا، وهو صاحب كتاب تحف العقول عن آل الرسول صلوات الله عليهم، ابن شعبة الحراني. هذا كان من علماء القرن الرابع. في كتابه هذا في الصفحة 237 يروي هذه الخطبة عن سيد الشهداء صلوات الله عليه، والمتأمل
في فقرات هذه الخطبة يفهم أنها موجهة لمن؟ لأن الحسين يقول فيها: ثم أنتم، هذا راح نجي له بعدين، بس نقول هاي الفقرة أولا: ثم أنتم أيتها العصابة عصابة بالعلم مشهورة وبالخير مذكورة وبالنصيحة معروفة وبالله في أنفس الناس مهابة، لكم هيبة في أوساط الناس. دي خاطب من؟ الصف الأول، الأكابر. الخطاب موجه منه صلوات الله عليه لهؤلاء، فقطعا الخطاب موجه لأمثال عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن الزبير، العبادلة، هذول العبادلة، ابن عباس، ابن الزبير، ابن عمر، ابن مطيع، أمثال هؤلاء كلهم. والذين ما عبدوا الله حق عبادته، عبادلة بس ما عبدوا الله حق عبادته. الحسين عليه الصلاة والسلام خطب موجها كلامه لهؤلاء وأمثالهم ممن عدوا أنفسهم الطبقة الراقية من المجتمع المشهورون بالعلم والفضل والرفعة، هؤلاء خطب فيهم مثبتا مبادئه ومثله وأهدافه المقدسة، لائما لهم عن قعودهم عن أداء وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ماذا يقول صلوات الله عليه في هذه الخطبة؟ ابن شعبة في تحف العقول يعنونها هكذا، يقول: وروي عن الإمام التقي السبط الشهيد أبي عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام في طوال هذه المعاني من كلامه عليه السلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالخطبة يعنونها بأنها خطبة الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقلنا لكم مع الأسف لم ينتبه إلى أنه هذه الخطبة موجهة لمن. إحنا لازم نتأمل في متون كلامهم صلوات الله عليهم حتى نستشف إلى من هو المخاطب، من هو المخاطب، من الذين قصدوه بمثل هذا الخطاب. قال صلوات الله عليه: اعتبروا أيها الناس بما وعظ الله به أولياءه من سوء ثنائه على الأحبار. تعال يا حبر الأمة، أنت مو حبر بعد، تعال شوف أسلافك من الأحبار، أحبار اليهود، أحبار النصارى، كيف ذمهم الله عز وجل، سوء الثناء. اعتبروا أيها الناس بما وعظ الله به أولياءه من سوء ثنائه على الأحبار، إذ يقول: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم. الإثم قد تفشى. شوفوا لاحظوا هم هنا مسألة مهمة، قولهم الإثم، القول الآثم إثم، القول الباطل إثم، أي قول باطل من الأقوال الباطلة، إن الله ثالث ثلاثة مثلا، من الأقوال الباطلة إن هنالك قبل علي ثلاثة، هذا هم من الأقوال الباطلة ترى، هذا على وزان ذاك، هذا قول إثم وهذا قول إثم. الربانيون الأحبار ما هي وظيفتهم؟ النهي عن قول الإثم، إذا ما فعلوا هذول العلماء
ذول اللي فاهمين يدخلون في عموم هذه الآية. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم. الله يذمهم، يقول ليش أنتم أحبار اليهود ما تكلمتم؟ لما سكتتم؟ ما نهيتم عن قول الإثم؟ وقال، يسترسل سيد الشهداء عليه السلام، يأتي بآية أخرى. وقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. طيب شلون عصوا؟ شلون كانوا يعتدون؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. الله سمى السكوت، شوف شوف السكوت، تسكت عن الأقوال الآثمة التي تروج في المجتمع، تروج في المجتمع، سمى ذلك عصيانا بل وعدوانا ومنكرا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، شلون؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. طيب شلون تفسر الآية الأخرى؟ كانوا لا يتناهون، الواحد ما ينهي الآخر، لا ينهى الآخر، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. الحسين عليه السلام إنما يأتي بهذه الآيات لكي يسقطها على الواقع الذي كان يعاصره هو، واقع مليء بهذا الشيء، مليء بالمنكر، بقول الإثم. وقلت لك بالأمس كان يواجه هذا الخط الانهزامي الذي كان يؤصل له مثل من؟ سامري الأمة، الحسن البصري، الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم وإنما عليكم التضرع والاستكانة. يواجه هذا الخط، هذا إثم من القول، تريد أن تنوم الناس وفقط تقول إلهم أنه عليكم بس تدعون، ما تغيرون شيء، خلاص يعني ما تسعون صلاحا في الأمة، إصلاحا في الأمة، تصحيح الاعوجاج في الأمة، فتصير حالة انهزامية سلبية، حالة مذلة مطبقة وتخيم على هذه الأمة، فالأمة تتراجع إلى الوراء إلى أن ينقلب دينها إلى أن تكفر. وبالفعل كانت راح تكفر كفرا نهائيا بواحا صراحة لولا ثورة الحسين. صدق بالله لولا أن الحسين قام وثار لعادت العرب إلى ملتها الأولى، لعبدت اللات والعزة. هذا كان مخطط بني أمية، ترى هذا كان مخطط بني أمية. متى آمنوا برسالة الإسلام؟ كان هذا مخططهم، أرادوا أن يظهروا للناس أنه ترى هذا الإسلام الذي جاءنا ليس بشيء، ليس بشيء، بالعكس هذا مسوي لنا مشاكل، فتعالوا نرجع إلى النظام القديم، نحيي النظام القديم من جديد، أسلم وأفضل وأحسن إلنا، ويرضي الجميع، يرضي الجميع، لأنه بطبيعة الحال الناس تريد ماذا؟ لا تريد التقيد. هو ليش الناس تكفر؟ ما تريد تتقيد، ليش تفسق؟ ليش تعصي؟ ما تريد أن تتقيد بهذه الأحكام. بالفعل دولة ما يريدون أن يتقيدوا، يريدون العودة إلى دين الجاهلية. كان بنو أمية كادوا أن ينتصروا في ذلك لولا أن جاءت شعلة الحسين التي جددت الإسلام وحفظته. كان لا أقل النسخة المزيفة من الإسلام التي اصطنعتها السقيفة ورجالها بمعاونة من عائشة وأمثالها، كانت هذه النسخة ستخيم على كل الأمة إلى الأبد، يعني ماكو واحد بعد لا يدين إلا بهذا الدين فقط، هاي النسخة المزيفة من الإسلام.
ماكو نسخة حقيقية أبدا أو نسخة أصلية إنجاز التعبير، ماكو. لو لم يقم الحسين عليه السلام لكان هذا الإسلام الأصيل ما بقي. زين، هؤلاء إذا تتذكرون حينما جاءوه وذكرنا أمرهم بالأمس، جاءوا إلى الحسين عليه السلام كانوا مقرين بأنه الموجود هو فساد، وأن السلطة هذه سلطة ظالمة، وأنها تعبث في الدين، كانوا يقولون ذلك، صحيح أم لا؟ بس كل منهم اتخذ منطقا ما ليبرر قعوده وانهزامه وفشله. الحسين رفض هذا المنطق واستشهد بهاتين الآيتين في خطبته، ثم قال: وإنما عاب الله ذلك عليهم لأنهم كانوا يرون من الظلمة الذين بين أظهرهم المنكر والفساد فلا ينهونهم عن ذلك رغبة فيما كانوا ينالون منهم ورهبة مما يحذرون. جاء بالصميم، بصميم من طوت عليه نفوس هؤلاء الذين جاءوا بالنصح كما زعموا، جاءوا بالنصائح. يقول: أنتوا على خطى أولئك، مشكلتكم هي هذه، تريدون تبرير القعود والانهزام وأنتم ترون المنكر والفساد بين أظهركم، لماذا تنهزمون؟ لماذا تقعدون؟ لشيئين: رغبة فيما كانوا ينالون منهم، رغبة شوية تحصلون أموال من بني أمية، وصدق كانوا يغدقون، ترى معاوية كان يغدق على هؤلاء جميعا، للعلم معاوية كان يدفع راتب من نوع التمام لابن عباس، لابن عمر، لابن الزبير، ابن مطيع، كلهم، الكل كان يدفع لهم رواتب يشتري ماذا؟ دينهم. وحاول حتى مع أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، للعلم، وحاول مع أكابر الشيعة يشتري، فذول محصلين فلوس، لا شغل لا عمل، يحصل له فلوس هالشكل مجانا ويسكت، رغبة فيما ينالون منهم، ومن جهة أخرى ماذا؟ ورهبة مما يحذرون، يخافون أنه إذا إحنا عاندنا معاوية، عاندنا يزيد، يجينا السيف، يخافون الإرهاب، يخافون الإرهاب. زين، والحسين عليه السلام بعدما يقول أنتم حالكم هكذا بماذا يستشهد؟ يقول: والله تعالى يقول: فلا تخشوا الناس واخشوني. من منا حقيقة يطبق هذه الآية؟ من منا؟ إحنا مشكلتنا، إحنا اللي ندعي يعني اتباع الحسين عليه الصلاة والسلام، إحنا مشكلتنا أننا لا نطبق هذه الآية. إحنا بصراحة نخاف من الإرهاب، أقصد جلنا، أي حركة تصحيحية نريد أن نقوم بها، نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر، فورا يجون يقولك شنو أنت متخاف؟ باكر يجون يذبحوك، باكر يجون يذبحون أهل بيتك، يذبحون أصحابك، يذبحون أهلك بالعراق، أو يذبحون عموم المؤمنين، ينتقمون بسبب أنه أنت تقوم بكذا وكذا، أنت تنهى الناس عن المنكر، إيه صحيح، بس هناك يذبحون لأجلك. هذا منطق مرفوض عند سيد الشهداء أم مقبول؟ شوفوا إخواني، المشكلة عدم التفقه، لأنه الطرف الآخر شنو يجي؟ يجيك يطلع لك بعض الأحاديث، أو أحياناً بعض الآثار، أو أحياناً بعض المقولات الرائجة ويقلبها إلى أحاديث، كما تعلمون إنكم لتلعنون في الكوفة ويقتل بذلك من هم في الحجاز، قال أحد الصادقين، مو هالشكل؟ وما قال أحد الصادقين هذا الكلام،
ما قال أحد الصادقين عليهم السلام هذا الكلام. فالطرف الآخر مشكلته هذه، يجيب لك يعني يجيب لك أشياء، يجيب لك أحاديث، يجيب لك روايات مثلا، حتى يصور لك الأمر على أنه جريمة. ترى جريمة إذا أنت تتكلم بالحق، تنهى عن المنكر، وتعرض غيرك للخطر. هذا صحيح، هي جريمة، ولكن في موارد معينة تصبح واجب. أصلا واجب، تعرف يعني شنو واجب؟ يعني حتى إذا تدري مليون بالمئة، مليون بالمئة، مو بس تحتمل، مليون بالمئة تدري أنه بسبب قولك الحق سيقتل أناس من المؤمنين في بعض الفروض، في بعض الموارد الفقهاء يفتون يقولون واجب عليك تقول، واجب، خلي شهداء يروحوا، ما لك علاقة. أساساً لما الحسين عليه الصلاة والسلام قام وثار، أنت تتصور ما سبب ذلك مقتلة للشيعة في سائر الأمصار؟ اقرأوا التاريخ، شوفوا بعد الحسين عليه الصلاة والسلام ماذا صنعوا ببقايا من هم شيعة هنا أو هناك. ذبحوهم، عمليات تطهير طائفي سووه كاملة، كله بسبب شنو؟ ثورة الحسين عليه السلام. جاء جماعة إلى الإمام علي بن موسى الرضا عليهم الصلاة والسلام بعد شهادة أبيه الكاظم صلوات الله عليه في سجون هارون، وقالوا له، قالوا للإمام الرضا: يا ابن رسول الله، إنك لتقول هذا الكلام والسيف يقطر الدم، إشلون تقول الحق؟ إشلون تنهى عن المنكر؟ ما زلنا تحت حكم هارون، إلى الآن هارون كان حاكم، قتل الإمام الكاظم، وبعدين بدأ حملات التطهير مع الشيعة في كل مكان. فالذي حصل هو ماذا؟ هذه الحملات أثرت فيه، بلغوا بأن علي بن موسى الرضا وريث الإمام الكاظم القائم مقامه، لا أصلاً مصعد اللهجة، معامل بالتقية، مصعد اللهجة، تيتكلم كلام اللي بعد راح خلص يقضي عليهم نهائياً. قالوا له: إنك لتتكلم بهذا الكلام والسيف يقطر دما. جاب لهم مثل، قال: إن لله وادياً من ذهب حماه بأضعف خلقه وهو النمل، فلو رامته البخاتي لم يصلن إليه. يعني تعلموا شوية، رفع من مستوى تفكيرك، صعد مستوى تفكيرك. أنت لازم تفدي الدين، مو الدين يفديك. إذا الدين في خطر لازم تقول مرحبا بالاستشهاد في سبيل الله، لازم تقول دمائي رخيصة، حياتي رخيصة، مو تقوم تعترض على إمام زمانك، تقول له: لا تحكي هذا الحكي، ترى احنا ترى راح نتقتل من وراك. يدخل يتقتل من وراك، مو مشكلة، وتروح الى الجنة. واذا كنت واثقا بالله فالله يحميك، مثل ما حمى الله عز وجل ذلك الوادي من الذهب، ويحميك باشياء ما تخطر على البال. حمى ذلك الوادي باضعف خلقه، النمل كان يروح للبخاتي، للجمال هذه يخليها تحك وكذا، ما تقدر تواصل المسير، ما قدروا يوصلون الى وادي الذهب هذا أبدا. القضية هالشكل، إحنا لازم نصحح مفاهيمنا. نحن نفدي الدين، لا أن الدين يفدينا. نعم، لو افترضنا واحد قام وقال كلمة حق، كلمة حق، وتؤدي هذه الكلمة إلى سفك دماء بعض المؤمنين بلا طائل. بلا طائل يعني شنو؟ يعني هذه الكلمة ما تؤدي لا إلى تصحيح وضع، لا إلى استنقاذ أحد، أو أنه لا داعي لها في ظروف معينة. أحياناً تصير كلمة الحق لا داعي لها في بعض الظروف، ماكو أي داعي، لأن الحق مثلا ظاهر،
واضح، فما تحتاج أنت تجي تقول كلمة حق. أو أن الوضع يكون خطيراً إلى حد أن كلمة الحق هذه تصير ذات مردود سلبي 100%، ما بها كسور. فهنا نعم واجبك أن تعمل بالتقية وتقعد. أو أن كلمة الحق هذه تكون مسببة لسفك دم المعصوم مثلاً، فالمفسدة أعظم من ماذا؟ من المصلحة. فهنا عليك أن تعمل بالتقية. لكن إذا كانت كلمة الحق المصلحة من ورائها أعظم من المفسدة، فهنا تقول كلمة الحق، أي شيء اللي يصيرهم ما لك علاقة ما دامت المصلحة تقتضي ذلك. والمصلحة هنا ليست مصلحة الحياة والموت والمال والفقر والملك والعدم، لا، وإنما المصلحة هنا مصلحة الدين. تشخص، تشوف هل أن الدين يحيى بهذه الكلمة أم لا يحيى. يعني نقدر نضحي مثلا ب10,000 منه ولكن الدين يحيى من جديد، يعيش الدين؟ إذا كان الأمر هكذا نضحي ب10,000 مو مشكلة، نضحي ب100,000 هم مو مشكلة، نضحي ب1,000,000 هم مو مشكلة، ما دام الدين يحفظ. أما لا، شفنا هذه الكلمة إذا قلناها في هذا الظرف، في هذا الوضع، فإنه الدين لا، ما يحيى، ما يصير هنالك تقدم ديني، وفي المقابل المفسدة عظيمة، فهنا تجب التقية. أنا أتعجب من هؤلاء القوم الذين يشكلون على هذه المنهجية المباركة، كيف لا يرون آثارها ويخبروننا أين المفسدة، أين هي المفسدة التي يزعمون؟ شنو اللي صار؟ خير كلام ورد كلام، شنو اللي صار؟ كل شيء ما صار. ثم هؤلاء الذين بعضهم يزعم أو يدعي الفقاهة، يدعي المعرفة بالأحكام الشرعية، كيف لا يعرف أبسط الأحكام؟ كيف لم يراجع المتون الفقهية لعلمائنا الأبرار في هذا الباب؟ الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه له رسالة فقهية مشهورة مطبوعة ملحقة بكتاب المكاسب، وكتاب المكاسب ماكو واحد طالب حوزة ما يمر عليه، المفروض طبعا أصلا ما حد يمر عليه لأنه المستوى هابط صاير في الحوزات مع الأسف. المهم المفروض يمرون عليه على الأقل ذول اللي كل واحد منهم مدعي أنه آية الله. زين الشيخ الأعظم الأنصاري يقول بصراحة، يخلي لك ميزان في قضية التقية وعدم التقية، يقول لك الميزان هو هذا: إذا كانت المصلحة من وراء العمل بالتقية أعظم من المفسدة تعمل بالتقية، إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة تحرم التقية، وأحيانا تتساوى المصلحة والمفسدة فتصير التقية مباحة، لا هي واجب ولا هي شنو حرام، مباح تسوي بالتقية، تعمل بالتقية أو ما تعمل بالتقية بكيفك. هذا الميزان لو أي يا أخي أي إنسان يقدر يفهمه ويطبقه في موارده كله، أي إنسان يعرف خلص. هؤلاء الذين جاءوا إلى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام وأرادوا ثنيه عن مسيره إنما تحدثوا بمنطق التقية المغلوطة، هذا هو الواقع، التقية المغلوطة. قالوا لا اقعد، ترى هذا راح يسبب قتل، هذا راح يسبب سفك دماء، هذا راح يسبب فتنة، هذا راح يسبب استرقاق للأحرار. استخدموا هذا المنطق. الحسين عليه السلام رفض، استشهد بهذه الآيات، قال: وإنما عاب الله ذلك عليهم لأنهم كانوا يرون من الظلمة الذين بين أظهرهم المنكر والفساد فلا ينهونهم عن ذلك.
رغبة فيما كانوا ينالون منهم ورهبة مما يحذرون، والله يقول فلا تخشوا الناس واخشوني. هذا هو الواقع. هؤلاء الذين يشكلون ويهاجمون هذه المنهجية بأي دعوة؟ بدعوة التقية، بدعوة الحرص على الأنفس والأرواح والدماء. ترى هؤلاء إذا تحفر في القلب زين تعرف القضية التي تدفعهم للاعتراض إنما هي ما قاله سيد الشهداء عليه السلام: الرغبة والرهبة. ترى كل واحد منهم عنده أوضاع معينة مرتبها في حياته، أوضاع معينة مرتبها في حياته، عنده ترتيبات معينة، صار له قصور، بعضهم عندهم بيوت في لندن وفي الإمارات وفي غيرها، أعلى يعني المراتب، وفي أمريكا عندهم بعد بيوت، رتبوا أوضاعهم، خدم وحشم ما شاء الله، سيارات إلى آخره، باسم الدين، باسم المرجعية كما تعلمون. زين هذا هم مرتب وضعه، هم عنده علاقات مثلا بعضهم مع الملوك، مع الزعماء، مع الرؤساء، يروح بصفه هنا ملك الأردن قاعد، يوم آخر يروح تلاقي بصف الآخر ملك المغرب قاعد مثلا، شايف شلون؟ عندهم ترتيبات، عندهم علاقات معينة، وبالتالي من وراء ذلك ماذا؟ أموال وباكيتات وشيكات، شايف شلون؟ وأبهة، هاي الأبهة ترى توازن يعني تساوي كل أموال الدنيا، هاي الأبهة لما هالشكل يجي يعني إلى بلد ما يسووا الاستقبال ويجيبوه ويخلوه بالوسائل الإعلام ويدخلوه على الملك أو الرئيس ويكون له شأن من الشأن، يعني شايف شلون؟ هذا تريد كل من عنده يضحي به من أجل فرد واحد قاعد يقول أيها الناس عائشة في النار، يحرج أمام هؤلاء، يتورط أمام هؤلاء، ما يقبل فيهاجم. زين لما يهاجم يقول يابا أنا خاف على قصوري وأخاف على علاقاتي مع الملوك والزعماء والرؤساء، طبعا ما يقول هالكلام، يقول لا التقية دينه ودينه أباي، فده ياخذ شنو؟ ياخذ المفاهيم الشرعية يحاول أن يغلف دنيويته بها. هذا هو الواقع أيها الإخوة. أنا سجنت في الكويت من هؤلاء، من هؤلاء، هؤلاء الذين حرضوا الحكومة بالكويت على أن تعتقلني وتسجني. واحد منهم تاجر جدا معروف، تاجر تاجر له علاقات مع الحكم ومع عائلة الحكم، علاقات كثيرة، هذا أحرج. يروح صارت له حادثة معينة في إحدى دواوينهم التي يذهب هناك لكي يعني يقتات على فضلات طعامهم، فهذا راح هناك، فمد إيده حتى يسلم، قالوا لا 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 تسلم علينا، هواية أحرج. ليش؟ قال مو أنتوا تقولون كذا وكذا عن أمنا وما أدري صحابتنا والخليفتين والإلى آخره؟ قال لا، إشلون؟ انطوا شريط، قال شوف هذا واحد منكم هالشكل يتكلم، واحد من مسجلين واحدة من محاضراتي بالكويت من طينة. فهذا ثارت ثائرته، قطع عهدا أمامهم أنه هذا إحنا راح نتحرك ضده وتشوفونه بالسجن، لازم يتأدب يعاقب. وبالفعل شال راية، مو راية، 50 راية، هو هم بو 50 اسمه، 50 راية. على أي حال، واحد آخر معمم وكيل المراجع العظام، وهكذا. هؤلاء دنيويون أيها الإخوة، دنيويون، الرغبة والرهبة، هذا هو الواقع. صدقهم أيضا يعلمون بها، يعلمون بهذا الأمر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم واقعا في داخله، يدري هو مريض، وتدري بعضهم حتى قالوا لي هذا الكلام،
قالوا احنا بصراحة هالشكل، وصلوا يعني خبر بعد سنوات انه احنا مع الأسف احنا يعني على هذا على هذه الشاكلة وعلى هذه الصفة، بس نضطر لازم امام الملأ يعني نتكلم هذا الكلام، وإلا الأوضاع كلها تخرب، دنيانا تخرب. الله أكبر، من الذي تشرب منهاج آل محمد الطاهرين عليهم الصلاة والسلام؟ الدنيا تخترب، خرب الدنيا. قال باقر علوم النبيين خربوا الدنيا، هو قال هذا نص حديث شريف، خربوا الدنيا ولا تعمروها، هكذا يقول الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. فتنة، قال الإمام الصادق، تمنوا الفتنة فإن فيها هلاك الظالمين، بوار الظالمين. المشكلة هي هذه، أن الواحد يتحجج بالذرائع، يتذرع بالذرائع لتغليف أو لتبرير دنيويته المريضة، هذا هو الواقع. الحسين واجههم قال أنتم تخافون من ذولا؟ أين إيمانكم في القرآن؟ فلا تخشوا الناس، الله يقول، الله يقول على يعني إنجاز التعبير، شلون نقول يعني على مسؤوليتي بالتعبير الدارج، أنا أحميكم، فلا تخشوا الناس واخشوني. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هاي الآية في من نزلت؟ في علي أمير المؤمنين. هو ليش طلع علي أمير المؤمنين؟ علي أمير المؤمنين الكرار، لأنه ما كان يحسب هالحسابات، أبدا ما حسب حسابات الناس والرغبة والرهبة والخوف من الناس. قبل أن تبدأ المعركة كان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يتخطى صفوف الناس في وسط العدو يحارب. اقرأوا في تاريخ أمير المؤمنين. الزهراء صلوات الله عليها لما خطبت خطبتها الاحتجاجية ضد الطاغية الأول بماذا وصفت عليا؟ قالت متنمرا في ذات الله. شنو يعني متنمرا في ذات الله؟ ليش ما قالت مستأسدا في ذات الله؟ وهذا أقرب إلى وصف علي المفروض حسب ما إحنا عقولنا القاصر نقول هذا أسد الله، حيدر، حيدرة، غضنفر إلى آخره. الأقرب له أن تصفه بماذا؟ مستأسدا في ذات الله. ليش استخدمت كلمة متنمرا؟ شبهته بالنمر. لماذا؟ هذه معصومة، هذه سيدة البلغاء، ما تستخدم العبارات هكذا يعني قوترة، لا، أكو من ورائها مخزى. تروح تفتش في صفة الأسد والنمر، شوف ما هي الصفات بينهما، ما هي الفوارق. أكو فارق مهم جدا ما التفت إليه. الأسد لما يريد الانقضاض على الفريسة يتأنى جدا، يعني من تلمح عينه الفريسة الأسد لا يجي من بعيد يتكتك يتأنى إلى أن يشوف اللحظة المناسبة يهجم على الفريسة ويتناولها، ويمكن الفريسة هم تشرد من قبل ذلك وهو دا يفكر ويقولبها، ماكو يقولبها تشرد الفريسة. النمر لا، علماء الحيوان يقولون النمر بمجرد أن يلمح الفريسة بلا تفكير ينطلق، يروح فورا على الفريسة، هذا معنى التنمر. علي بن أبي طالب كان هكذا يا أخي، كان يقولوا له من الموازين العسكرية أنه ما يصير الصف لما يتقدم لازم الكل يكون قبل، خصوصا قبل الالتحام، قبل أن يتشابك الجيشان صف بصف لازم يصير. ليش؟ حتى تحمي ظهرك، ما يصير تروح تتوغل تروح بالوسط،
بعدين يحتوشونك من كل جانب، ما تحمي ظهرك، تروح ما يدير بال، بس تبدأ المعركة يروح فورا وسطهم. وين علي بن أبي طالب؟ آخر الناس هناك ذاك الطرف. هذا الفرق، أبدا ما كان يهتم. نزلت فيه هذه الآيات: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. الله حما. وهذا هو ترى سيرة كل المجاهدين الأبرار، سبحان الله. الذي يفر من الموت يقع فيه، والذي يواجه الموت الله يحميه. لا يأتيه الموت إلا بعدما خلص أدى مهمته ورسالته على الحياة في الحياة الدنيا هذه، ويأتيه الموت شهيدا مرفوع الرأس إلى الأبد. قال العسكري الزكي صلوات الله عليه: شيعة علي هم الذين لا يهابون أوقع الموت عليهم أو وقعوا على الموت. هذه اللهم صل على محمد. أريد أقول لك هذا، وين شيعة علي هذول اللي هاي صفتهم في زماننا؟ وينهم؟ طلع لي إياهم. وين هذول الذين لا يهابون ولا يخافون أوقع الموت عليهم أو وقعوا على الموت؟ وينهم ذول يا عمي؟ القضية ما بيها موت وخايفين. القضية ما بيها موت. أن واحد يقول عائشة في النار، ترى ما بيها موت، أثبتنا أنه ما بيها موت. خلص شوية يمكن مشاكل منا، خصوصا اللي عايشين في هالديار في هالبلاد، ما بيها موت، يعني ما بيها خوف، ما بيها تهديد جدي، وهم يخافون. هذول تسميهم شيعة علي. أين شيعة علي؟ أين هم؟ والله يقول: فلا تخشوا الناس واخشوني. وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال الحسين عليه السلام: فبدأ الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة منه. لعلمه، يقول ليش الله بدأ بالأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ لعلمه بأنها إذا أديت وأقيمت استقامت الفرائض كلها، هينها وصعبها. يقول إذا احنا أدينا هذه الفريضة كل الفرائض تستقيم. هينها، هين الفرائض، الفرائض الخفيفة وصعبها، الفرائض الشديدة، كلها تستند إلى أو تتكئ على أساس واحد، محور واحد أكو، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه وظيفة الوظائف. وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى الإسلام مع رد المظالم ومخالفة الظالم. لازم تحرص على الخلاف مع من؟ مع الظالم. إياك إياك أن يراك الله عز وجل يوم من الأيام في موقف واحد مع الظالم، إياك. حتى لو تتصور المصلحة وياه، حتى لو تتصور، أبداً لا تسمح لنفسك أن تصطف مع الظالم. اعرف ترى هذه مصلحة دنيوية زائفة، المصلحة الحقيقية ستكون بمخالفة الظالم. هذول الذين يصطفون مع بشار، ظالم، لا تروح تصطف وياه، خالفه. وما نقول لك هم بالضرورة أنه تعال أيد ذول بالطرف المقابل، أنت أعمل بمبادئك، قل أنا ضد الظلم كله ومن أي جهة كان، من هؤلاء أو هؤلاء، أنا عندي مبادئ، مبادئ أمتي عليهم الصلاة والسلام. إمامي قال خالف الظالم، خلص. هذا الحسين عليه الصلاة والسلام يقول مع رد المظالم، هذه هي الوظيفة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع ماذا؟ لا تستقيم هذه الوظيفة إلا أن تكون فيها هذه الخصلة أو هذه الخصال، مع رد المظالم، تسعى لرد المظالم إلى المظلومين.
ترجع لهم حقوقهم. ومخالفة الظالم، وين ما يروح الظالم روح عكسه، وين ما يروح حاول دائما تخالفه دائما، حتى إن بنى مسجدا لا تروح تصلي بذاك المسجد، خالفه، روح صلي مسجد آخر. إيش ما يسوي خالفه. ومخالفة الظالم وقسمة الفيء والغنائم، لازم يصير هنالك مساواة وعدالة في توزيع الثروة، مو أنه طبقة من المجتمع يصبحون ذو ثراء فاحش وطبقة أخرى ماذا؟ مقهورة مسحوقة كادحة. لا، لازم توزيع بالسواء. وقسمة الفيء والغنائم وأخذ الصدقات من مواضعها ووضعها في حقها. بعدين يقول لهؤلاء اللي يسمون أنفسهم أكابر، شو شلون يخاطبهم الحسين، يقول: ثم أنتم أيتها العصابة عصابة بالعلم مشهورة. إي الناس يجون يستفتوكم، يستفتون ابن عباس، يستفتون ابن عمر وأمثالهما، وبالخير مذكورة، الناس هم يعرفون عنكم الخير، يمدحونكم، ليش؟ لأنهم مغترين بكم، مثل ما أكو ناس اليوم يمتحون من؟ أبا بكر وعمر بالخير، مغترين. وبالنصيحة معروفة، أنتوا طالعين نازلين تنصحون الناس، يعني مسوين أنفسكم شنو؟ أهل النصح والإرشاد، إلى درجة جايين تعلموني تكليفي، أنا حجة الله جايين تنصحوني. وبالله في أنفس الناس مهابة، يعني بدعوى أنكم من أهل الله من أولياء الله جعلت لكم هيبة في نفوس الناس. بالفعل هذا كان ادعاؤهم. عبد الله ابن عباس يطلع وسط الناس شو يقول؟ يقول: نحن أهل بيت رسول الله، نحن العلماء. فتصير لهيبة في أوساط الناس والناس تصدقها. إيه هذا حبر الأمة، منو قده؟ هذاك عبد الله بن عمر وارث علم عمر بن الخطاب، مع أنه عمر الخطاب ما كان عنده علم، بس ما أدري شلون دعبلها على راسه، فتشكل مشاها بعد. أنا وارث عمر الفاروق، ذاك ابن الزبير، وهذول كلهم الدكاكين المفتوحة، المرجعيات الباطلة، هؤلاء شايف شلون؟ كل واحد مدعي شنو؟ أنا وبس وغيري خس، هذا هو. يهابكم الشريف، شرفاء الناس يهابونكم، يحسبونكم حساب. ويكرمكم الضعيف، حتى الضعفاء المخدوعين المساكين. حقيقة لما أقرأ التواريخ إش قد أتأذى، أقرأ هاي التواريخ أشوف شلون كانوا الضعفاء المساكين يروحون يتبركون بمن؟ بعبد الله ابن عمر مثلا، يكرمونه، يقدموا الروح، يعصر نفسه يجيب له هدية مثلا تقربا منه إلى الله، يعني متصور هذا من أولياء الله الصالحين مثلا، شايف شلون؟ ويطلب من عنده يقول له التماس دعاء مولانا مثلا، فشي هالشكل حتى يحصل منه بركة. لا إله إلا الله، مخدوعين مساكين. ويكرمكم الضعيف ويؤثركم من لا فضل لكم عليه ولا يد لكم عنده. هنا الإمام عليه السلام يبدي يفضحهم، يقول يكرمكم من اللي أنتم مو أعلى منه، لا فضل لكم عليه، الناس المساكين يمكن ذول أصلا أفضل منكم، بس يكرمونكم بناء على هاي الدعاية الهائلة الموجودة حولكم، وهذه الهيبة الموجودة، وهذا الشرف المدعى إلى ما هنالك، هاي المهابة التي لديكم. تشفعون في الحوائج إذا امتنعت من طلابها. الناس تريد حوائج يم السلطان مثلا، يروح يجيب له واسطة، عبد الله ابن عباس، عبد الله ابن الزبير، يجيب هؤلاء، عبد الله ابن مطيع. وتمشون في الطريق بهيبة الملوك وكرامة الأكابر. من تمشي بالطريق ما شاء الله موكب دولة رئيس الوزراء ماشي،
أليس كل ذلك إنما نلتموه بما يرجى عندكم من القيام بحق الله؟ أنتوا هاي الهيبة وهذا المقام، صرتوا من اللوردات على مستوى عالي، أنتوا بماذا نلتم هذا المقام في أعين الناس؟ ما الذي صعدكم في أعين الناس أنهم ينظرون إليكم أنكم أولياء الله الذين يقيمون دينه، يقيمون حقه، تقومون بأمر الله؟ الناس تقول إيه، نروح لهؤلاء، هذولا أكابرنا، هذولا أكابر المسلمين، هذولا عظماء المسلمين، هؤلاء الذين يقيمون الحق، هؤلاء الذين يدفعون الضيم، هؤلاء الذين يأخذون على يد الظالم، هالشكل عندهم قناعة بكم. أليس كل ذلك إنما نلتموه بما يرجى عندكم من القيام بحق الله وإن كنتم عن أكثر حقه تقصرون؟ يفضحهم الحسين بأبي هو وأمي، يقول الناس تنظر فيكم هذه النظرة، ولكن في الواقع أنتم عن أكثر حق الله ماذا تقصرون؟ قاعدين. فاستخففتم بحق الأئمة، فاستخففتم بحق الأئمة، ما خضعتم لنا، ما أديتم حقوقنا، نحن الأئمة الشرعيون، فأما حق الضعفاء فضيعتم، وأما حقكم بزعمكم فطلبتم. إيه، ابن عباس يفوت حقه، لو ابن الزبير، لو ابن عمر، ما يفوتون حقوقهم، واقفين على باب السلطان يريدون حقوق. احنا لنا حق في الفيء، لنا حق في بيت مال المسلمين، يلا نريد نقبض. هذا كان تاريخهم، اقرأ التاريخ. الضعفاء ما مهتمين بهم، المهم أنفسهم. نعم أحيانا للتملق الاجتماعي يشترون بعض الضعفاء بالخردة، يعطونهم هالشكل فليسات حتى شنو يشترونهم، مثل ما يصنع الآن بعض رؤساء الأحزاب وبعض رؤساء الميليشيات وما شاكل، تلاقي شنو ياخذ له فد باكيت بجيبه يوزع على ذول المساكين الفقراء كذا، حتى شويه ماذا، للتملق الاجتماعي، وحتى يكسب شويه بعض الولاءات، خاصه في فترات الانتخابات كما تعلمون. هذول كانوا على هذا الصنف، الصنف النذاله هذا، وقت اللي يحتاجون الناس يدفعون فلوس حتى يكسبون ولاءات، يشترون ولاءات. وأما حقكم بزعمكم فطلبتم، ما تضيعون حقوقكم، بزعمكم هم حقوقكم، هي مو حقوقكم، فلا مالا بذلتموه ولا نفسا خاطرتم بها للذي خلقها ولا عشيرة عاديتموها في ذات الله. الله أكبر. تدري هاي شقد كلمات مهمة لازم نفهم أيها الإخوة منهاج سيد الشهداء جيدا. هؤلاء جاءوا إلى سيد الشهداء لاموه على ماذا؟ على أنه أنت تتهور، هذا مضمون كلامهم، أنت تتهور. أنت الحسين عليه السلام يقول أنا طريقي طريق التهور، طريق المخاطرة، ترى طريق مخاطرة هذا، في ذات الله اسلك مسلك المخاطرة، امشي في طريق المخاطرة، يقولوا لك خطر، هذه مخاطرة، هذا تهور، لا تدير بال. الحسين عليه السلام يقول بصريح العبارة، يقول ولا نفسا، أكو شيء أعز من النفس؟ ولا نفسا خاطرتم بها للذي خلقها. فهذا أول مفهوم لازم نصححه، المخاطرة بالنفس وهي أعز ما يملك الإنسان وأغلى ما يملك الإنسان، إذا كانت في ذات الله عز وجل فهي مطلوب، خاطر
خامر أصلا لا تهتم. وبعد ولا عشيرة عاديتموها في ذات الله، يعني الحسين يدعو إلى العداوة، إلى الاستعداء. نعم يدعو إذا كان في ذات الله. إذا افترضنا وجود عشيرة من العشائر صارت عشيرة شيطانية، أكثرهم مجرمون، مثل عشيرة بني أمية في ذلك الزمان. هذه كلها كنايات الإمام الحسين عليه السلام يستخدمها. عشيرة بني أمية في ذلك الزمان صارت عشيرة شيطانية، منهاجها منهاج شيطاني، إلا من عصم الله وما أقلهم. فهذه العشيرة تعادى. لا أحد يجي يقول لك لا ترى لا تعادي هذا الطرف، لا تعادي هذا الطرف، لا تعادي هاي العشيرة، لا تعادي هاي الحزب، لا تعادي هاي الطائفة، لا تعادي هاي الحكومة. أهل البيت دعوا إلى الألفة بين المسلمين، دعوا للألفة بين المسلمين على الحق، أما دعوا للعداوة بين من يسمون أنفسهم مسلمين، إذا كانت العداوة هذه تقيم الحق وتقضي على الباطل وتقضي على الشيطنة. الحسين يدعو إلى الاستعداء، نعم، ويوبخهم، يقول لهم لماذا لا تعادون في الله، ويقول ما تستحون تخرجون من الدنيا، ما بذلتم هذين الشيئين، لا نفسا خاطرتم بها، لا مخاطرة سويتوا، ولا عشيرة عاديتموها في ذات الله، ولا عشيرة ولا عداء سويتوا. ما يصير واحد يخرج من الدنيا بلا مخاطرة ولا عداء أو استعداء. أنتم تتمنون على الله جنته ومجاورة رسله وأمانا من عذابه. يخاطبهم يقول أنتم تتمنون هذا، يعني بصيغة السؤال يقول أنتم تتمنون الجنة والأمان من العذاب ومجاورة الرسل. لقد وأنتم تتمنون على الله جنته ومجاورة رسله وأمانا من عذابه. لقد خشيت عليكم أيها المتمنون على الله أن تحل بكم نقمة من نقماته، لأنكم بلغتم من كرامة الله منزلة فضلتم بها، ومن يعرف الله لا تكرمون. يقول أنتم بلغتم هذا الشرف وهذه المنزلة، فضل من هذا عليكم؟ فضل الله عليكم. كل واحد صارت له أجواء معينة، ظروف معينة رفعته في أعين الناس، جعلته كريما، الله أكرمه. واحد مثل ابن عباس بسبب كونه ابن عم النبي والوصي عليهم السلام ارتفع مقداره عند الناس. لو ما كان أكو نبي وصي كان يرتفع مقداره عند الناس؟ كان غاية شرفه في الجاهلية رحلة الشتاء والصيف اللي كان أبوه يسوي، غير هذا ما يسوي، عنده شيء آخر؟ ما عنده. وعلى هذه فقس كل هؤلاء، إنما رفعهم الإسلام وإنما رفعهم رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا نحن المهاجرون، نحن الأنصار، يعني شوف كل واحد ينسب نفسه إلى رسول الإسلام صلى الله عليه وآله، أنه لي فضل من الفضل، فأكرم بهذا، ارتفع مقداركم. أنتم تتمنون على الله جنته ومجاورة رسله وأمانا من عذابه. لقد خشيت عليكم أيها المتمنون على الله أن تحل بكم نقمة من نقماته. لماذا؟ لأنكم بلغتم من كرامة الله منزلة فضلتم بها،
ومن يعرف الله لا تكرمون. الناس المساكين الذين يعرفون الله حق معرفته لا تكرمونهم، لا تدافعون عنهم. وأنتم بالله في عباده تكرمون. الناس تكرمكم وأنتم لا تكرمون أهل الله. هالشكل خلينا نعبر، لا تكرمون هؤلاء المساكين الضعفاء. وقد ترون عهود الله منقوضة فلا تفزعون. وتشوفون النقض لعهود الله عز وجل ولا تفزعون لذلك. يا جماعة لازم إحنا نفزع. تعرف يعني شنو نفزع؟ يعني أصلاً ما يكون إلنا قرار، أصلاً ماكو قرار لازم يكون إلنا. سكينة ماكو، فزع الواحد يفزع. إذا ماذا حصل؟ نقضت عهود الله. سؤال مهم، أعظم عهد من عهود الله عز وجل أي عهد؟ ولاية علي صلوات الله عليه. نقض هذا العهد أم لا؟ من أي يوم نقض؟ من يوم السقيفة. أين هم العاملون؟ أين هم الفازعون بسبب نقض هذا العهد؟ هذول اللي لازم يفزعون، فزع لازم يسوون بالأمة، يقولون أيها الأمة نقضت عهد الولاية فعودي إلى ولاية علي. فزع لازم يصير، انتفاضة لازم تصير، ثورة لازم تصير في الأمة، مو بس نثور على قضايا سياسية. أيها الإخوة خلي نثور للولاية، نثور لأئمتنا، نثور لنبينا صلى الله عليه وآله، انثور لعهود الله. شلون انثور؟ بصريح العبارة الحسين عليه السلام يقول فزع لازم يصير. ما يكون لك قرار أبدا، ما تهدأ، ما تسكن أبدا. وأنتم وقد ترون عهود الله منقوضة فلا تفزعون. وأنتم لبعض ذمم آبائكم تفزعون. بالفعل هذا هم حالنا الآن. فإن واحد يحكي على فرد، خصوصا إذا واحد عربي ومن عشيرة يعتز بها وكذا، يحكي على عشيرته ويحكي على أبوه ويحكي على أجداده، آباء أو أجداده، شوف شي يسوي، يحمل سلاح. إذا افترضنا واحد قتل أبوه، من واحد قتل أبوه، واحد قتله ويجي واحد قدام عينه يقول له رحمة الله على ذلك القاتل فلان بن فلان، شوف شي يسوي به هذا، شوف ما يقوم يدوس ببطنه، شوف شي يسوي به، يفزع. يقول ما شلون ما أفزع لوالدي، والدي قتله فلان وهذا ما يستحي جاي قدامي يمدح القاتل، يفزع لوالده، يقوم يدوس ببطن هذا اللي المادح هذا. زين ليش احنا نفزع لآبائنا ما نفزع لنبينا صلى الله عليه وآله، ما نفزع لولينا، ما نفزع لسيدتنا الزهراء صلوات الله عليها؟ عمر قاتل الزهراء صلوات الله عليها، قاتل الزهراء، لاطم الزهراء. احكي بعد اكثر ولا لا؟ وما نحتاج بعد نعدد المصايب اللي صارت من هذا الوغد النذل. بالله عليكم معقول احنا في اي زمان نعيش؟ اي زمان هذا؟ هذا واقع لو احنا دا نحلم؟ يا ريت نحلم، يا ريت يوم الايام اقوم من النوم الاقي كله كان حلم هذا، صدقوني انه انا في حياتي اشهد انه في النجف الاشرف على بضع خطوات من مقام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يرفع اسم عمر من واحد يدعي أنه ابن الزهراء ويقول الخليفة عمر ويترحم على عمر ويجعله نموذجا وأسوة. هذا يصير في زماننا هذا؟
شبل الحوزة هذا؟ شبل الحوزة السيد القائد يرفع اسم قاتل الزهراء عليه الصلاة والسلام ولا أحد يفزع للزهراء. شيء يدمي قلب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أمام عين الأمير، يرفع اسم هذا النذل القاتل المنافق الذي اعتدى على الزهراء عليه الصلاة والسلام، والحوزة نايمة والمؤمنين نايمين، ولا واحد يفزع ولا واحد يقوم. ما الذي أصابكم؟ يعني لابد يرجع أمير المؤمنين عليه السلام حتى يخطب بكم ويقول يا أشباه الرجال ولا رجال. هذا هو جزاء ووفاء أميرنا، هذا هو جزاء وفاء سيدتنا عليه الصلاة والسلام. لازم نعيد الزهراء عليه السلام خطبتها، ماذا قالت حينما كانت تلوم الأنصار على قعودهم عن نصرتها؟ أين هم الفازعون؟ وين فزعتكم؟ شلون هذا يصير؟ الله أكبر. تحكي تتكلم، خلص الذي اتخذ مقتدى عجلا ما يقبل، ما يقبل، هم يبرر الوحدة والتآلف والتقية والكذا، مليون ادعاء يجيب حتى يكسر قلب الزهراء عليه الصلاة والسلام. أنا قلت لكم، طرحت مثال واضح، قلت لو هو هو أمام مقتدى واحد يجي أمامه يمدح صدام، شو يسوي بي؟ اللي هذا قاتل أبوه، شو يسوي بي؟ لو واحد يقول نفس منطقة يستخدم، يقول يا أيها الصداميون تعالوا اتحدوا، ما أدري خلني نسوي واحدة، لأنه هو قال يا أيها الوهابيون، يا أيها البكريون، يا أيها العمريون، مو قال يا أيها العمريون، قال أهلا وسهلا، تريد تسوي واحدة بيننا وبين العمريين، يعني اللي على منهاج قاتل الزهراء عليه الصلاة والسلام، لا والوهابيين أيضا على منهاج محمد بن عبد الوهاب، خوش واحدة زي، مو مشكلة. أكو شريحة إلى الآن في العراق إلى الآن يوالون صدام، أكو لو ماكو؟ إذولا موجودين محافظات البيضاء، ما موجودين؟ كلهم يقدسون صدام ويحترمون، ويروحون يزورون قبره ويخلون ورود على قبره في كل سنة اللي تاريخ هلاكة، ويخلون يسوي وحدة وطنية وياه، ما أبدا ما يقبل. بالنجف الأشرف، فنك تجي بالنجف الأشرف تسوي لك مؤتمر تقول يا أيها الصداميون تعالوا خلينا نتحد، أو تقول هذه المفخخات وهذا الإرهاب أيقبل به صدام حسين، القائد صدام حسين؟ الناس تضحك عليك، أصلا تشمر عليك قنادر، تقول شنو يعني صدام، يعني شلون كان منهاجه، يعني شلون كان سلوكه اللي ما يقبل بالمفخخات والتفجيرات، هو صدام دموي إرهابي، هذا أصلا من صلب منهاج صدام. زين، فهذا مقتدى لما يجي يقول أنه أكان، لما يحكي عن عن التفجيرات وعن الإرهاب، وبعدين يجي يقول هكذا يعني بكل بجاحة ووقاحة، يقول أنه هذا كان يرضي الخليفة عمر ويرضي الخليفة أبا بكر، طبعا يرضي، هذا منهاجهم، كان منهاج الإرهاب والجور، أسسوا أساس الجور والظلم على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. شنو جاي يعني أنت تحكي بأي منطق؟ أما شوف إحنا ما نحس، ما نفزع لأئمتنا، ما نفزع، هذا واقع أيها الإخوة. خلي نسوي ولو جلد للذات، بلكي الله عز وجل يهدينا شوية، نصحح مسارنا. نحن لا نفزع لأئمة الإسلام، إحنا نفزع لآبائنا، لأجدادنا، لأنفسنا، لمصالحنا. كما قال الرضا عليه الصلاة والسلام لما فسر وحلل لماذا قامت الثورة على عثمان وما قامت الثورة على أبي بكر وعمر، نقلت لكم هذه الرواية من ذي قبل، قال أبو بكر وعمر ظلمانا، مضمون الرواية، ظلمانا أهل البيت خاصة وعدلا في الناس، فسكت الناس، قبلوا بالظلم لنا، أما جاء عثمان فظلمنا وظلم الناس، فثار الناس لأنفسهم فعدوا عليه فقتلوه، لأنفسهم ثاروا، وإلا إذا افترضنا عثمان ماشي على سيرة أبي بكر وعمر ما يثورون عليه، لأنه كان ممشي وضع الناس،
وضع الناس مشي، بس الظلم مركز على أهل البيت. الناس آخر شيء تفكر به أهل البيت، آخر شيء. حتى الذين يدعون أنهم شيعة آخر شيء يفكرون بأهل البيت. تصور إذا إحنا كلنا شيعة أول شيء نفكر بأهل البيت، إمامنا يتأخر ظهوره؟ ما يتأخر ظهوره، إمامنا يدري بينا إحنا شلون، يدري لقلقة لسان إحنا. بس مثل عبد الله بن عمر البارحة شنو قلنا؟ جاء إلى الحسين قال له بنفسي أنت يا ابن رسول الله. أول كلمة، لو تجلس وهذا يزيد هالشكل لا تروح لا تسوي كذا. الحسين عسم قال له إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرني بأمر وأنا ماض إليه. بيّن له أنه أنا رايح للشهادة للقتل. إجا قبله، قبل ما بين عينيه وقال له أستودعك الله من قتيل، راح. إذن أين هو الفداء؟ أين هو الفداء؟ ماكو. اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هذا هو الواقع. إحنا كم واحد منا على منطق عبد الله ابن عمر؟ وراح يصير 100% راح يصير. اقرأوا الروايات موجود. الحجة ابن الحسن حين يظهر يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ما مضمونه؟ الشيعة سيحتجون عليه بالتقية. الإمام الصادق يقول ولكانت التقية أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم، تقولون له لا نفعل إنما نتقي. يقول لكم يلا يطلب منكم النصرة فتقولون له لا نفعل إنما نتقي، ولكانت التقية أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم. وهذا الواقع، هذا الواقع. احنا بس نتمنى على الاقل 313 ما بهم هالمرض حتى الامام عليه السلام يظهر. بعدين من يظهر مع ال 313 خلي يقولون ان لا بعدين ان شاء الله احنا واياكم منهم ان شاء الله. خلي بعدين يواجهونا يقولون لنا لا نفعل انما نتقي، طبهم مرض كلهم. المهم خلي امامنا يظهر عليه الصلاة والسلام. ملينا ملينا. وقد ترون عهود الله منقوضة فلا تفزعون، وأنتم لبعض ذمم آبائكم تفزعون، وذمة رسول الله صلى الله عليه وآله محقورة. ذمة النبي صلى الله عليه وآله قد استرخصت، حقرت، والعمي والبكم والزمني. الزمني جمع الزمن، الزمن يعني المقعد، المريض المقعد، هذا اللي ما يقدر يتدبر شؤونه. والعمي والبكم والزمني في المدائن مهملة لا ترحمون. ما ترحمون هؤلاء المساكين، ماذا يحصل لهم؟ ولا في منزلتكم تعملون، ولا من عمل فيها تعينون. هذه هم مصيبة والله. هسه واحد ينطلق يريد الإعانة، يريد إنهاض الناس، يريد إصلاح أوضاع الناس، يريد إنجاد الناس، نجدة الناس، يريد إقامة الدين. يا عمي اكفونا خيركم وشركم. لا أصلا ما يعينون، يصيرون ضده أصلا، يصيرون ضده. ولا من عمل فيها تعينون، وبالإدهان يعني المداهنة والمصانعة عند الظلمة تأمنون. كلها مجاملات، كلها مداهنات، كلها مصانعات مع الظلمة، كلها علاقات وروابط مع الظلمة حتى تأمنوا على أنفسكم، والأمة خلي تروح كلها إلى الهلاك، والدين خلي يسقط نعوذ بالله ويموت. هذا هو. وبالادهان والمصانعة عند الظلمة تأمنون،
كل ذلك مما أمركم الله به من النهي والتناهي وأنتم عنه غافلون. أنتم غافلون عن الله عز وجل. هذا هو الواقع أيها الأخوة، هذا الواقع الذي يتحدث عنه الحسين صلوات الله عليه، كم هو شبيه بواقعنا المعاصر. فتشوا في أوساطنا عن عبد الله ابن العباس وأخرجوه، فتشوا في أوساطنا عن عبد الله بن عمر وأخرجوه، فتشوا في أوساطنا عن عبد الله بن الزبير وأخرجوه، فتشوا في أوساطنا عن عبد الله بن مطيع وأخرجوه، فتشوا في أوساطنا عن هؤلاء المثبطين المنهزمين الفاشلين الدنيويين الذين يتذرعون بالعناوين الدينية لتنويم ثورتكم وفزعكم لأهل بيت نبيكم صلوات الله عليه. فتشوا عن هؤلاء. إذا فتشتم عن هؤلاء، أول شيء تكسبونه هو أن مجتمعاتنا تتنقى، تنقى، تتصفى مجتمعاتنا. إذا تصفى المجتمع صار نقياً، تكون الأرضية ممهدة لظهور صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. أما المجتمع إذا يظل فاسد، صاحب الأمر عليه السلام ما يظهر. الإمام عليه السلام نحتاج إلى أن نمهد ونوطئ لظهوره، هذا لازم نشتغل شغل داخلي، تصفية نسوي، تنقية نسوي في أوساطنا. المناهج المنومة الانهزامية لابد أن يقضى عليها. كيف يقضى عليها؟ بأنه في مثل هذه الليالي المقدسة تستعاد سيرة سيد الشهداء الحقيقية، منهاج سيد الشهداء، خطب سيد الشهداء، تحلل، تدرس، يتعمق فيها، يتدبر فيها، لا أن تكون المنابر سطحية فقط، حالة سطحية تكون هي المسيطرة علينا. لازم نتعمق حتى نعدل أوضاعنا، أما مجرد هذه السطحية فلا تفيدنا في شيء، بل في كثير من الأحيان تتحول إلى نمطية معينة في التفكير تكون ذات مردود سلبي أصلا. وهذا اللي حاصل مع الأسف، الناس إلى الآن ما فهمت أصلا منهج الحسين عليه الصلاة والسلام جيد صراحة. لو تفهم، لو الناس بالفعل فهمت منهج الحسين، قلت لك احنا نصير ارقى الامم، احنا نصير رقم واحد في سلم الامم. فما دام احنا مو رقم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، ما ادري احنا اي رقم بالاخر، اخر القائمة، احنا من الاواخر، ما دام احنا هذا الوضع، اذا احنا ما مطبقين تعاليم الحسين عليه الصلاة والسلام. هذا يلا تعال اخذ هذه الخطبة، اجعل الناس تتدارسها، تتعلمها، تفهمها، تتدبر فيها، وتطبقها على سلوكياتها وعلى منهجها، شوف إلى أين نرتفع. نعم، هذه المجالس المباركة الفائدة العظيمة من ورائها إبقاء العلقة بيننا وبين الحسين، إنه هاي العلقة، العلاقة هذه لا تنقطع، نعوذ بالله. إذا هذا بعد انقطع بعد وإسلامه، ماكم إسلام أصلاً. الحمد لله الذي أنعم علينا بهذه المجالس، بهذه الشعائر، بهذه الفعاليات الحسينية التي تبقينا على الرابطة مع سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، تبقي هذه القناة. كل المطلوب هو أن نعمل عملية ضخ في هذه القناة، مبادئ سيد الشهداء وتعاليمه ودروس ثورته المجيدة علينا أن نضخها في هذه القناة، تتدفق علينا وعلى أبنائنا وعلى إخواننا، على أجيالنا المقبلة، حتى نصعد ونصل إلى المستوى الذي يرضي سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، ويكون ممهدا لظهور وصيه والطالب بثاراته صاحب الأمر أرواحنا فداه. ألا فاندبوا سيدكم وإمامكم.